الاخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان حنا متواجدين في سوق 3 ازرو بتاريخ 11/10/2022، تبارك الله ما بارك. هذه الاخوان تبارك الله البركه ديال الخويل، اللهم يسر. لكن ما تحفناكم السيمانه الفايته خروفه سمينه، اللهم يسر تبارك الله، اللهم يسر. هما عاطين 790 درهم، عاطين 790 عاطين درهم اللي شارى تيشري فيها من الفوق. اضرب 16 سير، الله يسخر سير، ضرب 16 تيقول فيها 850 درهم. السمونية تبارك الله، كاينة السمونية. بالنسبة للميزانة الإخوان تقريبا هذه ما تفوتش 12 كيلو، 12 كيلو ما غاديش تفوتها. راه تبع تبارك الله، الله يسخر. صراحة الإخوان كانوا جوج الناس تيشريو فيها، جوج الناس تيشريو فيها. مشات مشات، واش أمين أمين؟ اللهم يسر. شحال 16 باش مشات؟ قل 100، قل 100، حيد له 5 دراهم. واش ما جاش بالعيد؟ كاين بالعيد هو هذا. تبارك الله، الله يسخر. كاين الزين تبارك الله، كاين الزين، كاين الزين، كاين الزين، فيها قابلو مزيان. كاين المقابلة، كاين الخنشة، كاين الخنشة. انت اللي بعتيهم له؟ 15000 ريال. 15000 باش بعتيهم؟ هذا اليوم 22 يوم، اليوم 22 يوم باش بعتيهم؟ ما كانوش سمان بحال هكا؟ لا ولكن كانوا شادين راسهم، كانوا شادين، كانوا سمان، زادوا عرقوا. تبارك الله، ما عنده والو، ما عنده والو، ما كان صافي غير دور فلوس وصافي. باش كلاو كثر، كلاو كثر، يجيب الله تيسير. الو شكون انت مخزوف ولا؟ بزاف 16 قل 100. المهم الاخوان كيما شفتوا وسمعتوا على لسان يعني السيد اللي باعهم ليه، اليوم 22 يوم، اليوم 3 ديال السيمانات، باش داهم 15750 درهم باش داهم. تبارك الله، يعني حتى هما اعترفوا قال لك بانهم تبارك الله راه عرقوا. وان شاء الله الاخوان غادي نشارك معكم التخليطه اللي تيدير الخروفات. يعني الاخوان ابار كل شيء واخا العلف ولا، يعني خص ضروري المقابله هي تتلعب هذا الدور. صراحه المقابله هي تتلعب هذا الدور باش الغنم يعني يطلع. ما تبارك الله، يعني سمانو واخا كاين الانسان اللي تلقى عنده العلف موجود تيعطي العلف وهذه، ولكن ما يعطي فوق الحساب كما تيقولوا، ولكن الغنم ما تطيبش ما تتسمعش. يعني مولاهم تبارك الله، مولاهم ضخ فيهم اللي باعهم، فاش شافهم دابا يعني طلعوا تلف فيهم. والله يسخر الجميع صراحه، كون ما سمنهمش كون خلاهم غير كسابيات يبيعهم اكثر بهذا الثمن. حيت كاينين تبارك الله، كاينين اللي ديزال الرشم بحال هادي تبارك الله، هاد البيضة هادي تا هي دايزة للرشم، هي تبارك الله تجيب الثمن. اللهم يسر الإخوان، تحياتي لكم. إن شاء الله كيما قلت لكم، إن شاء الله غادي نشارك معكم شي تخليطة. يعني لاباز ديال العلف هو السيكاليم، علف مركب أقسام. ولكن الإخوان يعني واخا صراحة ما غاديش أنا انا راه الخال ديالي ما يبغيش يعطيني، يعني التركيبه غادي نصورها لكم، ولكن الطريقه ديال العالف والوقت
والدواء وهذه داكشي تيبقى سكري كله باش يخدم. تحياتي لكم الاخوان، اللهم يسر، نتمنى يعجبكم فلوق. موعدنا ان شاء الله فاش غادي نصور لكم شي تخليطه ديال العلف، اللهم يسر. مازالين في السوق 3 زرو، ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو ديال النعجه وديال الخروف وديال الخروف.